يا صباح الخير، النهاردة هنعمل إكسار الإجبيريا بقطع الراس. هوريكم النتائج إن شاء الله. هقولكم إزاي تطلعوا أكبر عدد ممكن من الخلفات أو البيبيهات ليها، يعني بدل ما أطلع خلفة واحدة أو بيبي واحد إزاي نخليهم أكبر عدد ممكن وليه، علشان تكونوا فاهمين وانتوا بتعملوا إكسار الإجبيريا تاخدوا أقصى نتيجة ممكنة منها أو أقصى عدد ممكن من الخلفات من إكسار الـ HVA. فيلا بينا. أنا هنا هقطع المركز بتاع الـ HVA. وأول نقطة، هما في نقطتين مهمين جدا علشان الإكسار يكون ناجح. أول نقطة البسيطة هقولها، تاني نقطة اللي محدش كتير بيقولها لك اللي بتخليها تطلع خلفات كتير هقولها. أول نقطة في السريع، بنتأكد إن مركز النمو اتقطع، إن النقطة اللي بتطلع البيبي الجديد مركز النمو اتقطع، وإلا أنت هتبقى شلت بس الورق ومركز النمو موجود زي ما هو ما اتقطعش، فهيطلع لك ورقة يكمل ورقة ورقة، ويبقى أنت معملتش إكسار، هي راس الإجبيريا موجودة ولسه شغال. إحنا عايزين نقطع نقطة النمو، نقطع الراس اللي هي نقطة النمو، فنتأكد ان احنا ما شلناش مجرد ورق، ان احنا شلنا نقطة النمو معانا. فأنا باجي، بصوا احنا ممكن نقطع حتة كبيرة، راس كبيرة، ممكن بقى بالخيط، ممكن نشيل ورق ونعملها بمقص بكتر. انا ده اللي انا بعمله، انا ما بعملش كده دلوقتي خلاص، لان هي النتيجة بتجيب اكبر عدد ممكن اللي انا هقولها لكم دي. فأنا هقطع مركز النمو خالص، معلش هي شكلها ماسكر، يعني شكلها ايه تبقى انا كده قطعت مركز نمو، وبايدي اتاكدت ان هي اتقطعت، وبحاول اشيل ورق بعد كده، بشيله بحيث ان انا اشيله اكني بعمل اكسار للورق اللي حوالين مركز النمو، بقايا الورق بشيلها. هحاول اعملها بايدي الشمال عشان الاضاءه تبقى باينه اللي انا بعمله. بحاول اشيله الشيله بتاعت اكسار الورق، بس انا دلوقتي مش همي اكسار الورق. طبعا الاتشفيريا مليانه ميه، الورق بتاعها مليان ميه وشاربه، مش عطشانه، الورق مش مجعد، صحي. واي اكسار قلنا في حلقه اكسار او الورق نفس الشيء بيمشي بالنسبه للاكسار العادي. دي اتقطعت على فكره من مركز النمو بتاعها، اتقطعت ما اتخلعتش. بحاول اعمل ورقه يمين شمال اخلعها صح. دلوقتي بقى اللي عايزه اقوله، ايه اللي يخليها تطلع لك بيبيز كتير؟ احنا خلاص اكدنا ان احنا قطعنا بايدينا مركز النمو، النقطه اللي بتطلع دي انا قطعتها خلاص. هي المفروض بعد كده بتطلع بقى مركز النمو مشي، فبتطلع بيبيهات كتير تعوضه. مهم قوي ان احنا نعمل في اعتبارنا علشان تعمل بيبيز كتير ان الورق اللي فاضل يكون كتير. يعني انا ممكن اقطع راس كبيره اخدها واحطها تعمل تكبير، بس يبقى فاضل طبقه واحده من الورق مثلا. لا، الورق هو اللي بيعمل لي الطاقه اللي النبات بيستخدمها يطلع لي البيبي. معروف ان الورق هو المسؤول عن تصنيع الطاقه للنبات، فانا كل ما الورق اللي فاضل يكون اكتر، كل ما عدد البيبيهات المحتمل ان يطلع لي يكون اكتر. ودي النقطة اللي محدش بيقولها لك. فأنا بضحي بالراس، أنا بقطعها خالص، بشيلها صغننة، جت سليمة وفيها يعني جت، يعني الورق مثلا عامل الروزات اتقطعت كروزات صغنونة، بحطها يمكن تعمل جذور، بس بتكون ضعيفة قوي غالبا ما بتنجحش.
فبقطع الراس بشيلها وبسيب اكبر عدد ممكن من الورق، ما يقلش عن طبقتين ورق، يعني طبقة خارجية وطبقة داخلية، طبقتين، لأنه هي بتشغله الورق اللي بره ده هينشف ويموت ويبقى خلاص رينكلد كده ونرميه ويصفر. فأنا عايزاها تفضل عندها أكبر ورق، أكبر كمية ورق ممكن، أطول فترة ممكنة، لحد ما يبقى عنده طاقة حلوة، متغذي كويس، طاقة حلوة جاية له من الورق، تغذية كويسة، فهتطلع لي أكبر عدد ممكن من البيبيز. ودي الخدعة اللي هو ما بيقولوهاش كتير، فاعملوها يا جماعة وهتدعولي إن شاء الله، هتفرق كتير جدا جدا. أنا هسيب طبقتين من الورق هنا عشان وهو على فكرة أنا لو سبت 3 طبقات يعني أحسن كمان. فأنا في العادي بحط قرفة هنا على الجزء ده يتكلس، وأسيبه في مكان ظل زي أي إكسار تاني، زي ما قلنا في إكسار الورق، بسيبه في مكان ظل تماما لحد ما الورق الصغير يطلع، ولحد ما الورق الصغير يطلع ويكبر ويمسك نفسه كمان على ما أدرجه للشمس المغربلة. فبحط هنا قرفة يعني عشان تبقى تطهير مؤقت للمكان ده، بس أنا دلوقتي ما عنديش قرفة، فأنا يعني حركة أنا عارفة غريبة، معلش يعني، بس بعملها. ده فحم، بودرة فحم، أنا جايبة بجيب فحم، بس فحم مش من اللي عليه مواد إجنيشن أو مواد إشعال، اللي هو الأبواب الصغيرة، لأ، بأشوال كبير ما فيهوش مواد إشعال. لو في مواد إشعال مش هعمل الحركة دي أكيد. وكسرته بالبتاع دي، خلاص بقت بتاعة الزرع، مبقتش بتاعة المطبخ. فأنا دلوقتي هسيبها في الظل وهصور لكم إن شاء الله النتيجة بعد ما البيبيهات تطلع. أنا في الحالة دي غالبا بيطلع لي مش اقل من 3 بيبيز على الاقل، ان ما كانش اكتر. لما انت هتشيل الورق بقى كله ممكن تطلع لك بيبي واحد، بتبقى انت بوظتها خلاص، بيبي واحد يعني نبات واحد، هو في النهايه هو في النهايه ستيل نبات واحد. ف هشيلها بالورق الكتير ده علشان تطلع لي بيبيز كتير. النتيجه بتكون لما بيكون 3 بيكون حلو، اوكي 4 احلى، 5 طبعا يعني كده جميل قوي، واحنا اقصى نتيجة يعني نوصل لها، ممكن اكتر بقى انت ورزقك. فانا هشيلها دلوقتي في الظل وهرجع لكم تاني بعد ما البيبيهات تطلع، اصورها لكم واوريكم ان شاء الله هتكون عاملة ازاي. صباح الخير. عايزين تشوفوا الاجفيريا، النتيجة بتاعت الاكسار بتاعها بقطع الراس اهي. ده البيبيهات، هي عملت 5 مبدئيا، 1 2 3 5 اللي انا شايفاهم، 4 تحت الورقه، مش عارفه باينه ولا لا كده اهي، تحت الورقه دي واحده اهي، 2 3 4، وفي واحده من تحت انا مش عارفه هي فين، بس انا مش عايزه ابهدلها، وفي واحده تانية من تحت في الساق نفسه من تحت الورق. فهي كده طلعت لي الخمسه دول. استنوا اقرب لكم الصوره شويه. اهم. وده كده اكسار ناجح تماما، اما طلع لي 5 بيبيز انا مبسوطه جدا. وانتم ان شاء الله باذن الله لما تعملوا كده، اهم حاجه او السر في كده ان انتم تراعوا ان انتم سايبين اكبر عدد ممكن على الاقل طبقتين من الورق. هو في ورق طبعا نشف وتشال. النتيجة دي يا جماعة هي أنا استنيت شهر بعد ما صورتها، ودلوقتي هي بعد شهر عملت كده. البيبيهات كانت نقط صغيرة قوي قوي، بدأت تكبر أهي. بعد ما تكبر بقى قوي، إحنا مع بعض بقى هوريكم إن شاء الله لما تكبر قوي تبقى ده حجم كبير، هبدأ أشيل ده ويبقى معايا نبات فيه 5 روزات في بعض، كلاسترد كده متكونين على بعض، جمال قوي 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 إن شاء الله.
واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتم وخلوا بالكم من النقاط اللي قلتها. نقطة تانية، طبعا طبعا نعمل الاكسار اثناء سيزن النمو بتاع النبات، مش وهو خامل، مش وهو في حالة سبات، مش هيعمل اي حاجة وغالبا هتفقد النبات على الاخر، فنعمل برضو الاكسار زي بالظبط حلقة الاكسار من الورق في سيزن النمو بتاع العصارية. ويا رب تكونوا استفدتم وبالخير، وبرضو لحلقة جاية ان شاء الله بفوائد عظيمة يا رب ان شاء الله.